أعزائي المشاهدين، نتيجة وجود أزمة سكن حادة في السويد، من الجدد القادمين إلى السويد، كيف يتم عملية تسجيل شركات السكن في أي بلدة أو مدينة تريد؟ نفتح جوجل. ندخل إلى ikbalstar.se كما هو واضح لدينا هنا. أقوم بعملية بحث. في هذا الموقع يحدد لنا عدد الشقق السكنية الموجودة بالسويد ككل. فأنت كشخص، أين تريد أن تسجل؟ بأي شركة أو بأي محافظة؟ تضغط هنا. أخذ مثال مالمو سكوني في محافظة سكوني. ندخل هنا. إذا أردنا التسجيل في شركة سكن في مالمو، ندخل إلى مدينة مالمو. كل ما علينا أن نعلم أين تقع المدينة على الخارطة السويدية وليس أكثر. هنا نلاحظ على الجهة اليسرى شركات السكن الموجودة هناك. هنا يتوفر بيت موجود على موقع بلوكيت، وهنا أيضا هنا يتوفر بيت على موقع آخر. نضغط هنا على سبيل المثال لكي نسجل في شركة السكن. هذا هو موقع شركة السكن. نضغط عليه فيفتح نافذة تدلنا على هذه الشركة. إن هذا الموقع يوفر لنا الكثير والكثير من الجهد للبحث على شركات السكن. إنه يعطينا جميع شركات السكن في وقت ضيق وسريع، ومن هنا نستطيع أن نختار عدة شركات سكن في نفس المدينة التي نريد أن نستقل فيها. على سبيل المثال هنا شركة أخرى. نضغط هنا وتفتح لدينا شركة أخرى كمان، وهنا أيضا نقوم بالتسجيل لهذه الشركة. يعتمد الحصول على بيت في السويد على النقاط. كلما استطاع الفرد أن يسجل بشركات سكن ويجمع نقاط، أصبحت فرصته تحصيل بيت سريعة.